أسعد الله صباحكم من المنصة التربوية السورية لشهادة الثالث الثانوي الأدبي. معنا طلابنا من مدرسة مأموم منصور. عارفين أبي حالة؟ دعاء القريمة، رغب عيسى، غفران جديد، بتول كريدي، رهب درداري، اليسار إبراهيم. لكي نأخذ درسا سويا وهو من وحدة العلم النفس والعمليات المعرفية والإدراكية، عنوان درسنا اليوم هو الانتباه. نحن أحيانا ننزل على السوق مع أهالينا، تمام؟ فأنا مثلا بستدعي انتباهي مثلا للثياب. مثلا أنت شو بستدعي انتباهك؟ مثلا للثياب، إنه محلات فيها شغلات مميزة. وأنت شو بستدعي انتباهك؟ كمان هيك ثياب مميزة تكون. ثياب مميزة؟ الأشخاص مثلا. الأشخاص الموجودين بالسوق. الأشخاص اللي بيكونوا لابسين ثياب مميزة. الأشخاص اللي بيكونوا لابسين ثياب مميزة. تفضلي. إعلانات مثلا؟ الإعلانات ممكن تكون الإعلانات بشكل يثير الانتباه. مثلا محل مميز فيه ذكريات وهيك شغلات. أيوة، محل مميز فيه ذكريات أو مكان مميز. لاحظتوا إنه السوق بيكون فيه كتير شغلات. الملابس، الموبايلات، بيكون أحياناً في عرض للسيارات، أحياناً بيكون في محلات للأتاري، أحياناً بيكون في ملاهي. ولكن نحن من خلال الانتباه تبعنا ننتقي الشغلات اللي منحبها من عدة مثيرات، يعني مثير واحد من عدة مثيرات. وبالتالي الانتباه هو عملية إدراكية تبدأ بالإحساس وتنتهي في الدماغ. لنقول أن الانتباه أولاً سنبدأ بالإحساس. الإحساس أولاً تستقبل الحواس المعلومات من العالم الخارجي أو من العالم الداخلي، حيث يقتصر دوره على تزويد الإنسان بالمعلومات اللازمة لحدوث العمليات المعرفية الأخرى الأكثر تعقيداً كالانتباه والإدراك والتذكر. دائماً العمليات المعرفية تبدأ من خلال ماذا؟ الحواس. هي مثلا السمع او البصر او التذوق او الشم، وبالتالي تنتقل هذه الى داخل الاعصاب، ثم تنتقل الى الدماغ. فالاحساس هو اولا المستقبل الاول للعالم الخارجي. مستقبل ستنتقل هذه العمليات فورا. احيانا يكون الانتباه داخلي. مثل شو بيكون الانتباه داخلي؟ مثلا تفكير، مثلا تفكير بشيء ما يثير انتباهك. احيانا بتكوني موجوده في درس وتفكيرك محصور بشيء ما، فبيكون انتباهك ليس في الدرس انما بما يجول في راسك او في دماغك، صح ولا مو صح؟ اما الانتباه للاشياء الخارجيه هي الموجوده في العالم الخارجي. هذه العمليه ستبدا بالاحساس. مثال سماع صوت ما يؤثر على خلايا السمع، استقبال، ثم تنتقل هذه الاشارات الى الدماغ. احيانا نسمع صوت ضوضاء في الخارج، احيانا نسمع صوت تفجير، احيانا نسمع صوت الرعد، احيانا نسمع صوت المطر. وبالتالي هذا يستدعي ذلك تنبيه من الاعصاب او تنتقل هذه الى الدماغ. فان عمليه الانتباه تبدا اولا بالاحساس. يسجل الدماغ هذه الاشارات كالاحساس، ثم ننتقل، يحدث الانتباه والادراك، ثم تنتقل الاشارات الى الدماغ. شو عم يصير؟ أول شيء عندنا إياها إنه عم يسجل الإشارات التي وردت له من العالم الخارجي أو الداخلي، ثم ينتقل، يحدث الانتباه والإدراك. وعندما تنتقل الإشارات إلى الدماغ ستنتقل هذه لتصبح لدينا عملية الانتباه. العمليات الإدراكية تبدأ بالإحساس وتنتهي بأعقد عملية لدينا وهي الإدراك. هو يكون في رأس الهرم المعرفي أو البناء المعرفي عند الإنسان. استنتج أهمية الإحساس في المعرفة وقدم لنا أمثلة. شو بيقدمنا الانتباه؟ شو في يقدمنا الانتباه؟ من يستطيع مثلاً؟ يفيدنا بشو؟ الفكرة مثلاً إنه صار عندي فكرة عن الموضوع. فكرة عن الموضوع الانتباه مثلاً. شو في يفيدني الانتباه؟ إنه بلفت نظرنا لأشياء. يلفت انتباهنا إلى أشياء ما كنا منتبهين لها سابقاً. أعطيني مثال. هل لديك مثال يلفت انتباهي؟ مثلا
مثلا شفت قطعة ثياب جديدة نازلة هالسوق، أول ما شفتها إنه أنا ما كنت بعرف إنه نازلة، بس شفتها عرفت إنه انتباه كله محصورة ماما. بدنا بالدراسة إثارة الانتباه، أحيانا يثار انتباه هنا تمام إلى مواد فنبدع فيها. يعني أحيانا بيكون عندنا الانتباه يضيء شغلات نحن ما كنا بالأساس منتبهين لها بجوانب شخصيتي. أحيانا مثلا المواد العلمية كونه طالب أدبي ممكن الطالب يثير انتباهه موضوعات مثلا في علم الأحياء، فهذه هذا الانتباه ممكن يتبحر يضيء عنا جوانب كثيرة في الشخصية. وبالتالي تبدأ عملية الانتباه بماذا؟ بالدماغ. تبدأ عملية بالإحساس. ثم تنتقل إلى الدماغ. أحسنت. مفهوم الانتباه، مفهوم الانتباه، الانتباه هو عملية توجيه وتركيز الشعور على موضوع معين والاستعداد لإدراكه سواء كان بفعل مثير داخلي أو خارجي. فالانتباه هو التركيز في اتجاه معين وانتقاء مثير من بين عدة مثيرات كالتركيز على لون الزهرة معينة. أحيانا أنا نعرف نحن الورود كتير بس في لون معين ممكن يصير انتباهنا أكثر من الألوان الثانية. فالانتباه بين قوسين هو تركيز اتجاه معين نحو مثير معين. مثل ما حكينا قبل شوي أنا وماشي بالسوق رح يلفت انتباهي مثير معين من عدة مثيرات، وبالتالي الفرد يكون منتبها إلى الشيء، الفرد يكون قد منتبها إلى الشيء وكان يكون منهمكا في قراءة موضوع مهم ولا ينتبه إلى ما يدور حوله من مثيرات أخرى. يوم من الأيام نحن منهمكين في الدراسة، أحيانا الوالدة أو الوالد بيطلب منا طلب بس ما بننتبه. ليه؟ لأنه أنتو بيكون مركز انتباهكم على شو؟ على الموضوع اللي عم تدرسوه. أحيانا الإنسان في المطالعة أو في قراءة كتاب وحاليا في متابعة الإنترنت أو وسائل التكنولوجيا، فبيكون الإنسان منهمك تمام في الانتباه إلى الموضوع الذي في يده. ومن يعني مين ما كان بينادي لك أو بيطلب منك طلب ما بتنتبه. ليش؟ السبب التالي لأن موضوع انتباهي يحتل بؤرة الشعور لدي ما عدا يكون ذلك هامشيا. يعني أنت بتكوني مركزة انتباهك على هذا الموضوع واللي بيصير حولك بيكون هامشي، يعني محور تفكيرك بيكون مركزا في موضوع اللي بيكون محمول بإيدك سواء كان جوال، سواء كنت عم تتابعي شيء على النت، سواء كنت عم تتابعي درس، سواء كنت ماسكي كتابك وعم تدرسي درسك. وبالتالي انه بكل الشعور كلياته محتل شعورك شو هو موضوع الانتباه الذي لدينا. من يستطيع ان يعطينا مثال اخر؟ مين يستطيع؟ تفضلي. مثلا رفيقتي عم بتحاكيني بموضوع شيء مثلا حدث صاير معه بس انا تفكيري بشيء ثاني، انه انا ماني مركزه معك، ماني مركزه. فبعد شوي بتقلي لي انه انا ما كنت مركزه معك لانه كان في تفكيري او انا منتبهه للدرس. احيانا كثير مثلا بنكون نحن بمقاعد الغرفه الصفيه فبيكون الاستاذ عم يشرح فكره مهمه جدا وانت معه رفيقتك بتعطيكي بتحكي معك كلمه ما بتنتبهي لها تمام، ما بتنتبهي. فاحيانا انه عمليه الانتباه تمام في الموضوع اللي بتكوني مركزه عليه، والعملية تبدأ بالإحساس وتنتهي في الدماغ. هون دائماً عنا هذا رسم للدماغ، المخيخ، الفص القزلي، وعنا الجداري الأمامي أو الجبهي، الفص الصدغي، وساق الدماغ. هذا المحرك الأساسي تمام. هنا يستدعي، هنا تكمل العمليات الإدراكية والمعرفية لدى الإنسان. من العمليات الإدراكية والمعرفية لدى الإنسان الانتباه، الذكاء، الذاكرة، عنا الإدراك، عنا الوعي. هذه العمليات المعرفية الموجودة لدى الإنسان التي تبدأ بالإحساس ثم تفسر عبر الدماغ تمام. لماذا يسمى الانتباه عملية استفائية؟ ليش نحن عملية استفائية؟ تفضلي. لأنه من الشغلات من اللي بنحبها وننتبه لها. ممتاز، ننتبه لها، أنه نحن بننتقي المثير الذي يثير انتباهنا ونترك الباقي. نحن مثلا ممكن أنا بيكون عندي مادة درسية بالمدرسة تمام؟ أحيانا أنه بتنتقيها، أنه أنا كثير بحب انتبه بهي الحصة أو بحب هاي الأنسة أو بحب هاي المادة، وبالتالي عملية انتقائية أي اختيار مثير من عدة مثيرات.
عملية شبيهة بالمصفاط، أي أن الإنسان يصطفي تمام المثير الذي يعجبه ويحبه وبيترك الباقي، لذلك سمى بعملية اصطفائية. أنواع الانتباه، من يستطيع أن يذكر لنا أنواع الانتباه؟ تفضلي. إرادة، إرادة وانتقائي. إرادي ولا إرادي وانتقائي، نحن رح نفسرهم كالواقع. عندما أنتقي شيء فهذا الشيء شو بيكون؟ برغبتي، محبب. الانتباه الإرادي الانتقائي هو برغبة الإنسان، محبب لديه، وبالتالي يكون وفقا مين؟ محبته وميوله، تمام؟ وبذلك يصير انتباهه. يعني أنا انتقائيا ممكن أحب مادة التاريخ دون عن المواد الأخرى، فهذا مثير انتقائي. ممكن أنا أنتقي، أنا يثير انتباهي المواد الأدبية أكثر من العلمية أو العلمية دون الأدبية، تمام؟ هذا أول نوع من أنواع الانتباه. أنواع مختلفة، الإنسان بالأفراد بالعادة حسب التهيؤ العقلي والظروف الانفعالية والمزاجية التي يمرون بها. وبالتالي أن أنواع الانتباه، أولاً الانتباه الانتقائي يشير إلى شيء يحبه الإنسان كاختيار مادة من المواد، أو اختيار مثلاً نوع من الثياب، أو اختيار المدرسة، أنه ممكن يختار المدرسة اللي بيحبها. وبالتالي الانتقائي هو الانتباه إلى شيء يحبه الإنسان ويميل إليه، وهذا النوع لا يحتاج جهداً لأن مضمون الشيء الذي ينتبه يشبع رغباته. يعني فينا نحن مثلاً بعملية الانتباه الانتقائي انه نحب مثلا ماده ونكون منتبهين، ومهما مر الوقت او استغرق الوقت، وبالتالي انه هذا الشيء عم يعزز ميولك ورغبتك. النوع الثاني هو الاراده. من يستطيع؟ تفضلي. انت انه شيء اجباري، بدي انجبر انه ركز على هذا الموضوع، او انه بننجبر نحن انه ننتبه على هذا الموضوع، على موضوع او شيء بدنا ننجبر عليه. تماما، ننجبر عليه اجبار، وبالتالي انه نحن الانتباه الإرادي هو الانتباه الذي إجبار ذاته على التركيز على مثير أو موضوع يمكن الانتباه إليه. وبالتالي كالطالب الذي يضطر الانتباه إلى دروس لا يحبها لأنه يعرف نجاحه في الاختبار متعلق بهذه الدروس، من يستطيع أن يقول لي المواد التي لا يحبها والمواد التي يحبها؟ لو أنتم مثلا جبرتوا شي يوم من الأيام أنكم تندبوا بحصة فضليات؟ إيه، أنت أنه بالتاسع بالرياضيات، بالرياضيات بالتاسع، أنه أنت مثلا جبرتي على أنه تندبي على هاي لأنه نجاحك بالشهادة متعلق بالرياضيات مثلا. مين كمان؟ فيزياء كيمياء. فيزياء كيمياء مثلا، انه انتم ميولكم ادبيه اكثر من علميه، وبالتالي هذا النوع من الانتباه يسمى الارادي، يجبر الانسان على الانتباه لهذا الموضوع لانه نجاحه متعلق به، تمام؟ انه الانسان احيانا بيكون مضطر، فنحن فينا نوازن انه هذا بمحبتي ويرضي ميولي، هذا اجبار الانسان عن ذاته او ذاته للانتباه له لانه نجاحه مرتبط به. الانتباه اللا إرادي هنا العامل الخارجي، العامل الخارجي كسماع صوت مثلا انفجار، يفرض نفسه او إضاءة عالية من الخارج، او انه صوت مثلا مثلا سيارة غريب، او عنا خناقة في الخارج، انه او انه قتال، او انه صوت نحن باللا شعور بدنا ننتبه. هنا في العامل الأول في الانتباه الانتقائي والانتباه الإرادي، هون الانتباه الانتقائي والانتباه الإرادي يكون الإنسان فيه، يكون الإنسان فيه يرضي ميوله أحيانا أو غصب عن ميوله، ولكن في الانتباه الأخير أو الانتباه اللا إرادي هنا يكون عامل الخارجي له دور، عندما نقول هو الانتباه الذي يفرض فيه المثير نفسه على الفرد رغما عن إرادته، فيجبر الفرد على اختياره والانتباه إليه دون غيره. أمثلة هذا النوع الانتباه لانفجار قوي أو لصوت الرعد. هون بالعامل الأول، بالانتباه الأول والثاني متعلق بميول الإنسان، أما العامل أو الانتباه الثالث أو النوع الثالث من الانتباه هو في العالم الخارجي، يجبر نفسه، يجبر هو هنا باللا إرادة.
انه مثلا شفنا مثلا البرق او الرعد او سمعنا صوت ضوضاء في الخارج، وبالتالي نحن بالشكل لا ارادي ننتبه الى ذلك. من يستطيع ان يعيد لنا بشكل ملخص عن انواع الانتباه؟ تفضلي. عندنا انه الانتباه الانتقائي هو بيكون من محبة، الشيء انه ما أنا مجبور عليه، أما الإرادي بيكون مجبور إنه الشخص بينجبر إنه يساوي لهذا الشيء أو يحبه. أما اللا إرادي؟ أنت إنه نحن إنه شيء بدنا نسمعه، إنه صوت انفجار من أو الخارج. من الخارج ومن المثير الخارجي. من تعطيني ملخص بشكل يا بتول عن الأنواع؟ ما هي أنواع الانتباه؟ الانتباه الانتقائي والإرادي واللا إرادي. أي أحب أنواع الانتباهات لكم؟ طبعاً الانتقائي لأنه بإرادتكم. ومن ناحية أخرى يمكن تقسيم الانتباه إلى نوعين، انتباه حسي، دائماً كلمة حسي أنه تابع للحواس. أحياناً الانتباه الحسي، أنا بالشارع ماشية وشفت لوحة مضيئة، من كان المنبه لي؟ حواسي. سمعت صوت صديقتي، من كان المنبه لي؟ الحواس. سمعت صوت أغنية جميلة، من كان المنبه لي؟ سمع الحواس. وبالتالي عندما يكون مدركا تتأثى به حواس الإنسان، أما الانتباه العقلي وهنا يكون إدراكه فكرة أو ذكرى أو انفعال، وما يدركه دون الحواس هنا يكون الانتباه محصور في الدماغ. يعني لما بيكون الانتباه هو محصور في دماغك، مثلا أنه أنت بتكون منتبهة لذكرياتك الماضية أو شيء جرى لك بالماضي، أحيانا هذا الانتباه العقلي يكون الإنسان مفصول عن العالم الحسي. ينقص الأحيان بتكون شرود، يكون هناك شرود. فهناك يمكن تقسيم أيضا الانتباه إلى نوعين، اللي هو الانتباه الحسي المتعلق بالحواس والانتباه العقلي. تمام، هنا يجري كالماضي أو الانفعالات، تمام، التي تكون في الماضي، أو أنه أنا في عندي ذكريات في الماضي وانفعالات، أنا من فعلي غضبانة فرحانة. أحيانا عندما يكون الإنسان فرحا وموضوع الفرح مثير انتباهه هو مفصول عن الواقع، يعني بتكوني فرحانه او جايتك خبريه بنجاحك، فكل المحيطين فيك مثلا ما بتحسي فيهم، بعد مثلا ساعه وساعتين بتقول لك انه جارتكم باركت لك، لا والله ما انتبهت، لانه هون بيكون الانتباه عقلي بشكل انه من كثر الفرح بتكون ضاغيه، فبينفصل هناك فصل ما بين الانتباه الحسي والعقلي. بعد أن تعرفت على أنواع الانتباه أقدم أمثلة من واقع لكل منها. من يستطيع الانتقائي؟ مثلا أنا بكون قاعدة بين أهلي، أبي بيطلب مني طلب، أنا بكون شاردة، بكون صار معي موقف عم أتذكر اللي صار معي وما سمعت شو طلب مني. عقلي. مين كمان؟ الحسي. تفضلي. أنت حاسة إنه شيء بيحدث بالحواس، إنه شفت شيء أو سمعت؟ اي مثلا مثل شو الحسي؟ انه مثلا كنا قاعدين بالصف، مثلا انه منتبهين على الاسفل فيك تحكي لي شيء. تماما منتبه لهون بحس عليها. تمام، هاي بس بنحس عليها. العوامل في تعزيز الانتباه، بعض العوامل التي تجذب انتباهنا دون غيرها هي العوامل الموضوعيه. هناك فصل ما بين العوامل الموضوعيه والعوامل الذاتيه. العوامل الموضوعيه هي موجوده في العالم الخارجي، العالم المحيط في الانسان، تمام؟ العالم المحيط في الإنسان. والعوامل الذاتية هي متعلقة بميول ورغبات الشخص، تمام، بميوله تهيئه، تمام. وبالتالي عوامل موضوعية، شدة المثير القوي كالأضواء الزاهية والأصوات العالية والروائح النفاذة يجذب الانتباه بصورة أفضل. أحيانا بتفوت رفقتي على بيتي حاطة برفان، يجذب الانتباه. هذا النوع من أنواع الانتباه هو شدة المثير. شدة المثير يعني ريحة العطر جذبت انتباهي، وهذا نسميه بشدة المثير. المثير الذي يتكرر أكثر من مرة دون رتابة أو ملل يجذب الانتباه تماما. نحن بنشوف الدعايات في التلفزيون ممكن تتكرر أكثر من مرة دون رتابة بشكل عشوائي، وبالتالي تجذب الانتباه أكثر، تمام. هنا لنفترض أن شخصا صاح النجدة لمرة واحدة فقط لا ننتبه له، أما إذا صاح النجدة عدة مرات غالبا ما ننتبه إليه. المدرس حين يكرر الكلمات أو بعض الجمل فهو يريد أن يثير الانتباه. فعندنا في العوامل الموضوعية لدينا شدة المثير، تمام، أنه مثلا تكون الروائح النفاذة أو الإضاءة العالية
او عندنا تكرار الكلمات او المصير، انه تكرار الكلمه او تكرار المعلومه او تكرار تماما يثير الانتباه. تغيير المثير، المثير الذي تتغير شدته وحجمه يثير الانتباه افضل من المثير الثابت، ويمكن ذلك عندما نشر يقطع المذيع نشرة الاخبار ليعلن بنبره صوت عن خبر عاجل. احيانا هذا نحن بنسميه تغيير المثير. احيانا المدرسين يتبعون ذلك عندما يكون عم يشرح درس تتغير نبرة الصوت. احيانا تغير المثير، احيانا نحن بنكون بالشارع بنشوف مثلا لوحات إعلانية، لوحة إعلانية انتقلت من إعلان إلى إعلان، تغير المثير، تغيرت الإضاءة، تمام؟ وبالتالي من العوامل الموضوعية شدة المثير وهو متعلق بالأضواء والألوان والروائح. عندنا تكرار المثير هو تكرار الكلمات أو تكرار تمام؟ تغير المثير إنه المثيرات المتغيرة بالصوت بالشكل هي تثير الانتباه. اختلاف المثير، المثير المختلف عما هو في مجاله يجذب الانتباه، كأن جملة في اللغة العربية تثير إنسان وهو في فيلم أجنبي تثير انتباهك إنه هذا كيف نطق لغة عربية أو حكى. حركة المثير، عنا المثير المتحرك يجذب الانتباه أكثر من المثير، لذلك يحرص مصممو الإعلانات على الإعلانات المتحركة أكثر من الثابتة. المثير الكبير يجذب الانتباه أكثر من المثير الصغير، الظاهر يجذب الانتباه أفضل من المثير الداخلي البعيد. نحن مثلا بنشوف مثلا مثيرات ضخمة جدا مثلا في مناطق سياحية يكون الإعلان عنها مثلا كلمة هوليود مثلا بتكون بالشكل الكبير لجذب الانتباه إنه المنطقة اللي دخلت لها هي هوليود، أو نحن مثلا في منطقة من المناطق اللي بندخلها بشكل مارماريتا أو هي بتكون لوحة الإعلانات تبعها بشكل كبير وضخم لإثارة الانتباه. وبالتالي شدة المثير وتكرار المثير، تغير المثير، اختلاف المثير، وحركة المثير، وحجم المثير، هذه العوامل هي العوامل الموضوعية لدى الانتباه. من يستطيع أن يعيد لنا ماذا قلنا قبل قليل؟ من يستطيع؟ تفضلي يا غفران. مثلا اختلاف المثير بيكون مثلا شخص عم يتفرج على فيلم عربي فجأة بيحكي انه مثلا بتطلع كلمة اجنبية انه بيستغرب كيف في قدر يحكي اجنبي. ممتاز، مين كمان فيه؟ انت تكرار انه تكرار الشيء اكثر من مرة انه لا انتبه له تماما يجذب الانتباه. تفضلي يا بتول. شدة المثير مثلا نكون قاعدة بمكان بعدين بيطلع ضوء. ايوه تماما اختلاف. او بيطلع انه سمع منجبر نحن نسمع مثل الرعد. تماما تفضلي. انه حجم المثير انه مثلا الاعلان يكون انه صغير انه يكبروه انه هيك حتى يلفت الانتباه اكثر. تماما تفضلي. كمان كنت بدي اقول الشده حركه المثير، المثيرات المتحركه هي تجذب اكثر. هذه هي تحت عنوان ماذا؟ العوامل الموضوعيه. الموضوعيه هي في العالم الخارجي، اما العوامل الذاتيه لا داخل. إذا تم تكليفي بإلقائي في محاضرة ما فكيف أجذب انتباه الحاضرين إلي؟ استخدم الجدول الآتي لتوضيح شدة المثير. من تفضلي؟ أنت بالأضواء أو شيء؟ ممتاز، شدة المثير ممكن نحن بالضوء. شو؟ أو بعلي نبرة صوتي مثلا. بعلي نبرة صوتي مثلا. تكرار المثير. تفضلي. حركة المتغير مثلا انا ما بضل ساكنة، بضل اتحرك، اتحرك ايدي. تكرار يعني انه انا ممكن اكرر الفكرة اكثر من مرة، تكرار الكلام اكثر من مرة، ممكن اعطي اضاءة مثلا انه بشكل مثلا او اعيد الشيء اكثر من مرة. ايوه نعيد الشيء اكثر من مرة او فكرة المحاضرة تمام اكثر من مرة. عنا هنا تغيير المثير. تفضلي. انه ممكن بقدر اغير مثلا الموضوع اللي عم بحكي عنه، اقدر فوت بشيء ثاني بعدين ارجع الموضوع للفت الانتباه. ليش لفت الانتباه في محاضرتي؟ اختلاف المثير تمام. كيف فينا من اختلاف المثير؟ نغير حركاتنا. ممتاز، نغير حركاتنا ونغير حجم مثلا الآلة. تمام. عنا حركة المثير انه المثير المتحرك هو اكثر جذب، فممكن انا اعطي المحاضره وانا اتحرك، او انه تكون عندي مثلا المحاضره هي عباره عن باوربوينت متحركه وليست ثابته،
وبالتالي حجم المثير وموضعه، عنوان المحاضرة أو إنه شكل المحاضرة أو اللابتوب الموجود بالمحاضرة أو شاشة الإسقاط الضوئي لازم تكون ذات حجم وموضع. العوامل الذاتية تتعلق بذات الإنسان الذي ينتبه إلى المثيرات، ومن هذه العوامل ما يلي. هنا الدوافع العضوية، التهيؤ الذهني والميول. الدافع، نحن كثير نطلع من مدارسنا كثير جوعانين، ماذا يجذب انتباهكم؟ رائحة الطعام. يعني احنا بنطلع مثلا بنشوف انه جارتنا طابخة ملوخية، جارتنا طابخة مشدرة، ليش هي؟ لأنكم جوعانين. أما إذا كنتوا في حالة عدم الجوع ما بتنتبهوا، ما بتنتبهوا أبدا اللي عم يجري حواليكم، وبالتالي إنه الدوافع والحاجات، فمن الطبيعي ينسب انتباه الجائع إلى رائحة الطعام أكثر من غيره. كذلك فإن دافع الفضول يجعل صاحبه في حالة انتباه واهتمام إلى ما هو جديد. نحن عندنا كثير بحياتنا ناس فضوليين بينجذبوا، يكونوا اهتمام الإنسان الفضولي هو أكثر من الإنسان العادي بسبب دوافع الحاجات الطبيعية. كما أن حب البقاء يجعل الإنسان منتبه جيدا للخطر والتهديد. كثير بننتبه مثلا اللي بيكونوا جيش مثلا على الجبهة، كثير بيكون منتبه للخطر القادم، تمام؟ وبالتالي التهيؤ الذهني، فالأم النائمة بقرب طفلها قد لا يقظها صوت الرعد ولكنها تكون شديدة الحساسية لأي صوت يصدر من طفلها، هذا بنسميه تهيؤ ذهني. الميول، يتضح أثر الميول في اختيار النواحي التي ينتبه إليها عدد من الناس تجاه مثير واحد. فعند زيارة الأسرة مثلا إلى مركز التسوق يتجه الأطفال إلى الألعاب والنساء إلى الأزياء ومواد التجميل، وينتبه الرجل إلى التقنيات. كل واحد وميوله، كل واحد الشيء اللي بيحبه. وبالتالي إن العوامل الانتباه ما هي؟ أولا الدوافع والحاجات العضوية، تماما. ثانيا التهيؤ الذهني، الميول. ميول الدوافع والحاجات العضوية، التهيئ الذهني. التهيئ الذهني، من يستطيع ان يضرب لنا امثله من خلال ما ذكر؟ تفضلي. مثلا انه فضولي انه حدا عم يحكي موضوع بين بعضه، فانا بصوت واطي فانا بدي اقرب لحتى اسمع الموضوع عن شو عم يحكوا. حلو كثير. تفضلي، ممكن تدللي عن مثلا التهيئ الذهني؟ انه صوت عم اسمعه انه قادم من برا او لا، مو صوت قادم من برا. تهيئ الذهني مثلا انه انا مثلا ما اكون مثلا عندي تقديم ماده بالامتحانات، وبالتالي يكون تهيئ الذهني اكثر حساسيه لاي شيء من هي المواد الاخرى. تفضلي يا مثلا تهيئ الذهني كمان على رنه موبايلي، تماما، لانه انا متهيئ انه موبايلي عم برن كثر ماني موضوعه بهذا الشيء. اي هيك في كمان تهيئ الذهني. في حدا يضربنا مثال غير الموبايل؟ تفضلي. مثلا انا قد ما صار اصوات بالشارع الصبح مستحيل في غير على صوت صوت امي. التهيئ الذهني انه هي بتتنبه لصوت امها. وبالتالي الميول انه كل واحد وميوله، والدوافع نحن اللي بترضي الدوافع الاساسيه اللي عند الانسان الجوع والعطش، جوع والعطش والجنس والنوم، هي الدوافع الاساسيه لدى الانسان. تخيل أنني مسؤول كبير في شركة إعلانات، ماذا أفعل كي تحقق إعلاناتي التي تقوم بها شركتي نجاحاً جماهيرياً؟ مراعاة العوامل الذاتية للانتباه من خلال الجدول التالي: الدوافع والحاجات والميول. كيف أستطيع أن أقول يوم أنتم كجيل متوسط العمر أو جيل المراهقة، كيف فيكم أنه مثلاً شو هي الحاجات اللي أنتم بحاجتها مثلاً؟ حاجات والميول مثلا انه فينا نعلن عنها مثل شو؟ مثلا رفع الرواتب. لا، هي شيء ثاني تماما. انه الدوافع والميول انه فينا نقول انه انا شركه بدي اعمل او صمم اعلان، هذا الاعلان بده يحقق لي الدوافع والحاجات العضويه. مثلا ممكن يكون شاي مثلج، ممكن يكون مجموعه نسكافيه، ممكن يكون مثلا شغلات مثلا بيتزا تماما. فهي هذا الاعلان يكون يرضي ان دوافع الحاجات لجذب الانتباه. كيف فيني اجذب انتباهه؟ مثلا اذا كنا حاطين على الاكل فينا نغير الالوان،
تماما لحتى يلفت النظر اكثر، او مثلا عن طريقه الرسوم وتحركه وضعها عن سبع علب مثلا هيك عليها اضواء او هي تماما وضعها في علب مميزه مثلا نعملها مثلا قطعه البيتزا على شكل شخص تماما مثلا ايوه هي عنا التهيئة الذهني كيف فينا نحن عشان تكون التهيئة الذهني يكون شكل الإعلان تمام مختلف تكرار لا مو تكرار إنه منهيئه منهيئه بشكل إنه بشكل ذهني إنه نحن بنفكر إنه نحن بدنا يلفت الانتباه الميول إنه نحن بنلبي ميول الكبير والصغير بنميل الميول إنه الكبار والصغار لأنه مثلا أهالينا بيكونوا موصولين مثلا أنتوا مثال انه انتوا بتحبوها الاهل ما بتحبها بس عم بده نحن نلاقي اعلان بلاقي قبول لدى الجميع ممكن نحن نكون شركات اعلانات في مثلا اعلانات جماهيريا وجذب الانتباه عندنا شركات الكبرى في العالم سواء كانت سيارات مرسيدس او البي ام للذكر انها تقوم بالاعلانات بحجم هائل لجذب اولا الميول والتهيئ الذهني والدوافع فهي بطرق اعلانيه رهيبه احنا بنلاحظ هذا الشيء فانه هذا كله لجذب الانتباه تمام هناك شركات اعلان كبيره لا تروج لمنتجاتها لانه اللي بيكونوا عم يقتنوها او عم ياخذوها لهي ما بيتابعوا التلفزيون فليكون عمليه جذب الانتباه هي طرقي يعني في كثير مثلا نحن ما بنشوفها بوسائل الاعلام بنشاهدوها طرقيا تمام وبالتالي انه نحن اعلاننا لازم يلبي جميع الحاجات ويكون متهيئ والميول تشتت الانتباه كثير نحن بتشتت انتباهنا وخاصه في الغرفه الصفيه او بالدرس يعني تشتت الانتباه عند وجود مثير جديد او غريب يحاول جذب الانتباه وابعاده عن المثير الاصلي اليوم بكون عم بقرا عم بدرس في صوت ضوضاء في الخارج طفل مباراة طفل. مثلا طفل عم يبكي وبالتالي يركز انتباهي فيه فعليا وهذا يحاول بذل المزيد من الجهد للتغلب هوني أثر المثير الذي شتت انتباهه وأضعفه يؤدي عادة إلى التعب والتوتر وكسرة الأخطاء أنا عم بدرس مثلا في صوت ولد صغير فما عاد فيني ركز هون العمليات الإدراكية عم تنضرب شو بيصير عندك بيصيبك توتر امتحاني بكره بتتوتري بيصير عندك شده انفعال وبترتكبي اخطاء كثير كبيره وقله التركيز يؤدي الى عوامل كثيره في دور تشتت الانتباه كالحراره المرتفعه والتعب والملل فعلا لما بتكون حراره مرتفعه بيكون انت تركيزك كثير قليل الملل التعب كل هدول العوامل تؤدي الى تشتت الانتباه يتشتت هذا هل أعاني من تشتت الانتباه وما الأسباب التي تكمن وراء ذلك أو حاول أن أوجز بالاستعانة بالجدول التالي العوامل الذاتية مثلا أنه أنا بكون جوعانة أو أحيانا وأثناء الدراسة بيكون عندي جوع كتير كبير أحيانا عوامل اجتماعية تمام مثلا المجتمع اللي أنا عايشة فيه مثلا غير مهيأ أنه أنا أكون عم بدرس الخارجية مثلا الحرارة المرتفعة أو عنا الضوضاء مين في كمان يحكي لي عن العوامل الذاتية أعطونا مثال في تشتت الانتباه ذاتيا نكون عم نفكر في شيء غير موضوع الدراسة ممتاز عندك يعني اجتماعيا في جو البيت مثلا بالبيت مشتت تماما في مثلا مشاكل كثير كبيرة وآخر شيء الخارجية مثلا تكون بعاني من تعب إرهاق نعاني مع لا الخارجية متعلمة بالضوضاء في الخارجية إذا سمعت الأصوات في الخارجية وبالتالي إنه هي الذاتية متعلقة في الإنسان الاجتماعية متعلقة في المجتمع والخارجية هي متعلقة في الطقس والحرارة والمثيرات الخارجية هذا هو درسنا لليوم وهو درس من وحدة علم النفس والعمليات الإدراكية هو موضوع الانتباه نشكر طالبات مأمون منصور على الحضور الجميل والمشاركة المميزة ونشكر المنصة التربوية التي تبدع دائما ولكم جزيل الشكر مني لطلاب ثالث ثانوي الأدبي